احنا لوكسور والله من غير بوليس تعيش لوكسور. دول ارهابيين، اهل ارهابيين هم دول، اهل ارهاب اللي يقتحموا بيوت الناس ويضربوا الناس. ايه الحقد اللي فيه ده؟ حقد في قلوبهم. ده عيل 17 سنه اللي نزلوا فيه ضرب، 17 سنه. معي ابني يعني عليه محاضر سياحه جايين ياخذوه، قال لهم يلا معاكم انا، والضباط دخلوا رمحين هنا كسروا البيبان وكسروا الشبابيك وكسروا كل حاجه في بيتي، كسروا كل حاجه. اقول للولد انتوا حريم؟ الواد اقول له يعني في نسوان نايمه جوا، قال له انتوا كلكم حريم، انتوا كلكم نسوان. طب ازاي ده؟ ازاي ده؟ هل يعني هل التعليم وصل للضباط بالطريقه دي؟ العيال الصغيره عفصوها برجليهم، العيال الصغيره الاطفال الصغيره عفصوها، الحريم ضربوها. خبير راح نروح وين؟ ان كان مصر بقت خراب بالطريقه دي ناخذ بعضنا ونمشي. يعني محاضر سياحه هي لسه ما وصلتش الغرامه، هي محاضر سياحه ما وصلتش الغرامه. مفروض الغفير النظام وهو يجيب ورقه بيها ويقول خذوا يعني روح عارض وروح عند اي حاجه. غفير النظام اللي يجي ويقول الكلام ده، مش رئيس المباحث ومعاون المباحث. طب ما في ناس قطعت طرق وفي ناس قاتله وفي ناس عامله ما قادرينش يجيبوها، طب ما يجيبوهاش ليه؟ جايين للناس الغلابه، وبعدين عاملين لهم تقارير يعني رايحين وقال هم المضروبين. طب مين ضربكم؟ ده كيس اسرائيل وفلسطين بقينا، البوليس اسرائيل واحنا الغلابه فلسطينيين. ده اللي حاصل حاليا، البوليس هينتقم من الناس، تقول هم يعني من نسيج ثاني مش من المصريين الضباط، زي اللي اتسحل في الاتحاديه بالظبط. اها نفس النظام مثلوا فور الاثنين الضباط رئيس المباحث ومعاون المباحث، اثنين مثلوا فور من هنا لحد الشارع 120 متر وهم سخصخوا فيه وبالطبنجات شغالين فيه، بالدباشك بتاع الطبنجات شغالين فيه، عيل 17 سنه. البلطجيه هو البوليس، الارهاب هو البوليس، الكلاب المفترسه اللي هتفترس الناس هم البوليس. احنا نموتوا في بيوتنا احسن لنا، الواحد لما يموت في بيته شرف ليه، عشان الدولة تبقى مرتاحه.